في خضم حرب السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، تبرز بنسلفانيا كأحد أكبر ميادين المعارك بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. أنا مع الديمقراطيين في قضية المناخ وحقوق النساء. أريد من الحزب أن يعمل على رفع الحد الأدنى للأجور. الحزب الديمقراطي وبعد التقدم الذي أحرزه في الانتخابات الماضية يحاول الاحتفاظ بمكاسبه عبر استمالة الناخبين، مستغلاً عناوين عدة يمكن أن تلعب دوراً مهماً في اختياراتهم. أعتقد أن رسالتنا كحزب ديمقراطي في بنسلفانيا تلقى الصدى المطلوب. المواطنون يهتمون بمصداقية الانتخابات ويعلمون أن الحزب سيحافظ على هذا الحق. الناس يهتمون بالسلامة العامة، والانتشار الكبير للأسلحة غير القانونية هو أمر سيعمل عليه الديمقراطيون. أهالي بنسلفانيا يهتمون بالاقتصاد ويعلمون أن الديمقراطيين يعملون مع الجميع وليس فقط الأغنياء. الحزب الأزرق هدفه هذه المرة استمالة الناخب الجمهوري لصفوفه عبر حملة إعلانات منسقة تماماً كهذه اللوحة في وسط بيتسبرغ، ثاني أكبر مدن الولاية، التي تدعو الناخب الجمهوري لاختيار المرشح الديمقراطي في الاستحقاق المقبل. اختيار الحزب لجون فيترمان لمنصب السناتور والمدعي العام جوش شابيرو لمنصب حاكم الولاية ليس من باب الصدفة، فهاتان الشخصيتان كانتا فاعلتين في حسم نتيجة الانتخابات الماضية في بنسلفانيا لصالح الديمقراطيين. نريد من الفائز في هذه الانتخابات مساعدة الفقراء. هناك فقراء أكثر من الأغنياء يصعدون إلى المنصات ويقولون إنهم سيساعدون الناس، ولكن ماذا يفعلون حقيقة؟ الديمقراطيون يكثفون حملاتهم ونشاطاتهم في المدن وفي بيتسبرغ تحديداً، وذلك للخاصية التي تمثلها هذه المدينة لكونها شاهدة على العصر الذهبي لصناعة الصلب والمعادن الأمريكية وتداعيات أفوله على السكان الذين وجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل ومهمشين. مع احتدام الحملات الانتخابية بين الديمقراطيين والجمهوريين في بنسلفانيا كونها إحدى الولايات الحاسمة في الانتخابات المقبلة، تبقى استراتيجية الديمقراطيين موجهة نحو سكان المدن لاستقطابهم وإقناعهم بالتوجه لمراكز الاقتراع في الانتخابات المقبلة والتصويت لصالحهم. ريتا سليمان، العربية، بيتسبرغ، بنسلفانيا.